طيب خلينا نعرف أكتر عن تفاصيل هذا الأمر، ولكن نروح لزميلنا الناقد الرياضي الأستاذ محمد جمال، متخصص في اتحاد كرة القدم. أستاذ محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا استاذ اسلام، عامل ايه الأخبار؟ ازيك يا جيمي، أخبارك يا حبيبي؟ كله زي الفل يا حبيبي، الحمد لله، كله كويس؟ كله زي الفل. ايه الأخبار؟ احكي لنا بقى ايه اللي حصل النهارده. والله خلاص، يعني هو النهارده المفترض ان هو كان في اجتماع في اتحاد الكرة المصري بحضور أعضائه طبعا. يمكن النهارده بداية الاجتماع كده احتفلوا بالاستاذ جمال علاب طبعا بوجوده رئيس لاتحاد شمال افريقيا، وطبعا وجوده في مكتب التنفيذي للكاف. الف كنا يعني الخبر اللي جاي الحقيقه كنا لسه هنقول على فوز الاستاذ جمال علاب برئاسة الاتحاد شمال افريقيا ووجوده كعضو في الكاف. الف الف مبروك للاستاذ جمال علاب. بس يا كابتن في حاجه عايز اوضحها هنا برضو. اتفضل. هو ان المنصب ده منصب لمصر، بمعنى ان هو مستمر حتى لو في رئيس لاتحاد الكره المصري القادم، يبقى هو برضه مستمر في المنصب ده رئيس الاتحاد شمال افريقيا وكمان في المكتب التنفيذي. زي كابتن عصام عبد الفتاح لما كان في لجنه الحكام وخرج وطلبوا ان يبقى موجود ممكن مصري تاني. بالظبط. فهي المنصب خلاص مستمر، ولكن هو الراجل النهارده احتفلوا بيه كده في اتحاد الكوره المصري. كان موجود النهارده كابتن علاء نبيل في اتحاد الكوره، وهو منذ وجوده يعني من ايام هو الراجل حابب ان هو خلاص كان يخلص القصه بتاعت مدربين المنتخبات الوطنيه. لو تفتكر يا كابتن اسلام، هو كان في بعض من الاسماء اللي موجوده دلوقتي كانت موجوده ولكن في منتخبات ثانيه. هو حصل تبديل كده احنا هنقولها دلوقتي مع للناس عشان الناس تبقى عارفاها، ولكن هو اللي حصل في البدايه كلها ان النهارده حصل بعض الاسماء اتغيرت وبعض الاسماء اضافت، بمعنى ان الكابتن حسين عبد اللطيف من المفترض انه كان مدربا لمنتخب مصر 2007، ولكن كل القرارات اتوقفت ما عدا فقط منتخبين 2005 و2008. منتخب 2005 بتاع الكابتن رياض شيتوس والكابتن علاء عبده، والكابتن كان موجود معاهم الكابتن رامي عادل، وكان مدرب حراس الكابتن ايمن طاهر. منتخب 2008 كابتن احمد الكاس، كابتن محمد ابراهيم، كان كابتن احمد رؤوف والكابتن احمد فوزي. ده كان التشكيلين الوحيدين اللي موجودين في اتحاد الكره المصري وكانوا بالفعل بداوا شغل. ولكن كان 2007 كان خلاص تم الاستقرار او تم الاعلان كده بشكل يعني ودي كنا عرفناه للكابتن حسين عبد اللطيف، وكان معاه كابتن امير عبد الحميد مدرب حراس. وكان 2009 هو اللي كان تم تاجيل تشكيله، وكان في بعض الترشيحات اللي كانت مترشحه له. ولكن الفتره اللي فاتت كابتن علاء نبيل من ساعه ما جه حصل بقى خلاص ان اتحطت قدامه كل الاسماء، عقد اجتماعات اللي انا عرفته مع منتخب 2005 ومنتخب 2008، وشاف ان هم هيستمروا في مناصبهم بشكل طبيعي واعتمدوا. ولكن كان قدامه منتخب 2007 يا اما يستكمل تشكيله يا اما يحصل تباديل في المنتخبات. النهارده شفنا الكابتن علاء نبيل يمكن قرر ان هو في البدايه خالص ان هو يحط منتخب 2005 زي ما هو عادي جدا، ولكن جاب الكابتن رامي عادل حطه في منتخب 2008، وفي المقابل جاب الكابتن احمد رؤوف وحطه في منتخب 2005 كمساعد مدرب مع الكابتن رياض والكابتن علاء عبده. منتخب 2008 استمر زي ما هو. 2007 جابوا الكابتن اسامه نبيه، اقنعوا الكابتن اسامه نبيه، لان عايز اقول لك على معلومه ان الكابتن اسامه نبيه ما كانش حابب ان هو يخش المنتخبات الفتره الحاليه. يعني كان شاف ان هو لو كان يبقى موجود كان يبقى موجود 2005 على الاقل او 2008 على الاقل، ولكن طبعا لكن الفتره اللي فاتت حصل اقناع كده ليه انه يجي 2007، ومعاه طبعا في الجهاز الكابتن شريف عبد الفضيل والكابتن طبعا ابراهيم عبد الجواد زي ما قريته، كابتن عمر ابن الكابتن الكبير عمر النور. وفي 2009 خلاص يعني هو كلمه كابتن حسين عبد اللطيف، انت عايز تكمل في نادي الزمالك؟ انت عارف يا كابتن ان هو كان مساعد لكابتن محمد حلمي. صحيح. في القطاع الناشئين، عايز تستمر ولا تيجي منتخب 2009؟ طبعا الراجل رحب جدا ان هو يجي منتخب 2009 ويستمر عادي، وجابوا الكابتن امير عبد الحميد من 2007 طبعا حطوه في 2009. حصل حاجات كتير، ولكن طبعا كان برضو الابرز هو كابتن محمد يوسف اللي جابوه طبعا، وكابتن علاء نبيل اقنعه زي ما انت قلت كده. انا بشوف اللي انت قلته ده كله صح طبعا، حصل النهارده واقنعه، لان الكابتن يوسف كان رافض تماما على فكره الفتره اللي فاتت ان هو يشتغل تاني بعد ما تم يعني خروجه كده، بعد ما كان تم الاعلان كمدرب عام لمنتخب مصر. ممكن اسالك سؤال في النقطه دي يا استاذ محمد بعد اذنك؟ انا عارف السؤال يا كابتن. طب اتفضل. ليه ما تمش الاعلان بشكل رسمي؟ بالظبط. انا عن نفسي مستغربه جدا. مستغربه جدا 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 جدا. وما لهاش تفسير عندي بصراحه. هي ما تمش اعلانها بشكل رسمي. وانا حتى بعد ما يعني قريت الخبر انا تواصلت مع كابتن محمد يوسف عشان اتاكد الخبر ده صحيح ولا مش صحيح. الراجل اكد لي ان هو صحيح. فليه ما تمش الاعلان طالما الكابتن يوسف موافق؟ انا مش عارف. يمكن انا كنت لو الكابتن يوسف مش موافق كنت اقول ممكن ان هم ماشي، قد تكون هناك اختلافات مثلا في اصل معناها ايه مساعد للكابتن علاء نبيل؟ معلش، ما هو مساعد، بس مساعد مع تعيينه كمشرف عام على منتخب الشباب والناشئين. يعني هيكون مشرف على المنتخبات اللي هي منتخب الشباب ومنتخب الناشئين، يعني منتخب اعتقد. امال الكابتن علاء هيعمل ايه؟ كابتن علاء بقى كمدير فني بشكل عام، دي برضه محتاجه يعني يا كابتن بصراحه محتاجه توضيح من الكابتن علاء نبيل. الكابتن علاء نبيل يعني انا مش فاهم الفكره دي، لكن انا وبرضه سؤال تاني.
يعني انت اجابته في وسط كلامك، ولكن برضو عشان يبقى واضح للجمهور كل الجمهور اللي بيتفرج علينا، هل الكابتن علاء نبيل كان له دور في المنتخبات، تعيين كل المنتخبات؟ ده اكيد. ما هو بص يا كابتن اسلام، طبيعي الناس دي انا عارف ان اغلب الكباتن اللي موجوده في الاجهزه الفنيه خاصه 5 و8 قعدوا مع كابتن علاء نبيل. كابتن علاء نبيل طلب انه يقعد مع الناس كلها. ولكن في ناس من اللي تم تعيينها جديد، انا على مسؤوليه الكلام ده ما تمش تواصل معاهم، يعني عرفوا مننا، يعني عرفوا من الاعلان الرسمي على فكره. يعني هم عرفوا ان هم يعني كابتن علاء نبيل جه خد وقال راح للاستاذ جمال، خد القرار وراح وراح قال للاستاذ جمال علام والمجلس الاداره انا 1 2 3، هو ده الصح. بس خلينا متفقين برضه يا كابتن. طيب في بعض من الاسماء كانت مرشحه برضه من اتحاد الكوره. تمام، حصل توافق خلاص. حلو جدا. هل الكابتن محمد يوسف كان له دور في هذه الاسماء؟ على ما اظن لا، لان الكابتن يوسف لحد الايام اللي فاتت دي كان رافض ان هو يعمل في الفتره الحاليه، خاصه بعد طبعا اللي حصل الفتره اللي فاتت. والكابتن علاء نبيل كان ليه دور ان هو طبعا يقنعه ان هو يستمر ويبقى موجود في اتحاد الكوره، وان هو ليه منصب مهم جدا كمساعد ليه، مساعد اول بالنسبه له. وعايز اقول لك حاجه كابتن برضو، ده خبر ليك انت، ان هو الفتره اللي جايه مش هيبقى كابتن يوسف فقط، يعني هو في التوجه جوه اتحاد الكوره ان يبقى في لجنه فنيه كامله مع الكابتن علاء نبيل. الحقيقه يعني انا بحيي اتحاد كره القدم. شوف احنا بنقول دايما على اتحاد كره القدم، ولكن انا بحيي اتحاد كره القدم على اتخاذهم مثل هذا القرار، ولو حصل ان يبقى في لجنه فنيه تحت رئاسه كابتن علاء طبعا اعتقد ان ده هيبقى كابتن. فيها اسماء كمان اترشحت، لا تكون موجوده مع كابتن يوسف، ولكن هل اللجنه دي، ما هو دلوقتي دور اتحاد الكره احنا بنحييه طبعا على القرار ده، ولكن لان من الاخر المتخصصين لما هم اللي يديروا الكره المصريه ده اللي احنا عاوزينه. بالظبط، لان في الاخر احنا لما هنلوم الكابتن علاء نبيل لو في حصل اي منتخب اي حاجه، ولكن لان ده على فكره مش دور اتحاد الكره ان هو يدير دول، يعني اتحاد الكره مش دوره ان هو يدير المنتخبات دي كلها، هو دوره انه بيعين لجان فنيه، وهو دوره بيبقى هو اللي يوفر لهم كل حاجه وكل سبل النجاح. ولكن خلينا واضحين مع بعض ان الفتره اللي جايه الكابتن علاء نبيل المفترض ان القرار النهارده ده اول قرار يصدر في عهد الكابتن علاء نبيل. الفتره اللي فاتت دي او الايام اللي فاتت دي كان من حسن الحظ ان الكاف اعتمد الرخصه التدريبيه ايه اللي اتعملت الفتره الاخيره في اتحاد الكوره باشراف الكابتن جمال محمد علي، اعتمدها وبعت للمدربين الرخصه التدريبيه. فدلوقتي على الكابتن علاء نبيل مش امر واحد بس، المنتخبات يا جماعه السنيه يمكن عشان احنا بنغطي اتحاد الكوره فيمكن عارفين حاجات ثانيه يمكن الناس كلها مش بتبحث عنها، ولكن مهمه جدا في تطوير المدربين اللي المفروض الفتره اللي جايه وراه ماده علميه كبيره جدا هيقدمها عشان السي والبي والاي اللي المفترض ان هم يرجعوا ثاني لاتحاد الكوره المصري بعد غياب سنوات وسنوات عن ان يبقى المدربين معاهم الرخص دي. الفتره الجايه محتاج لجنه فنيه تساعده، لان المنتخبات يا كابتن كل منتخب من دول هو محتاج مشرف عام عليه، مش المنتخبات الفتره الجايه داخلين في دورات وديه، المنتخبات الفترة الجاية داخلين في استحقاقات رسمية الفترة الجاية، وانت عارف كويس قوي ان الأعمار السنية دي لو خرجت من بدري بتبقى مشكلة كبيرة. هل سيكون هناك تعيين لمدير للمنتخبات سواء شباب او ناشئين او 7 أو 9؟ كنت معاك قبل كده وقلت لك على الموضوع ده، لحد اللحظة دي الاتحاد الكرة المصري رافض ده. لحد اللحظه دي اتحاد الكره المصري شايف ان هو عنده الكابتن علاء نبيل مدير فني، وادي كمان الكابتن محمد يوسف اصبح مساعدا للمدير الفني، مع تفكير في اضافه عنصر كمان اسم كبير يكون موجود كمساعد ايضا. هل هناك اسماء يا استاذ محمد تخص هذا الامر؟ بص يا كابتن، هو انا الفتره اللي فاتت سمعت اكتر من اسم مترشح، يعني سمعت ان كان مترشح الكابتن دياب سيد، سمعت ان كان مترشح كمان جوه اتحاد الكوره كان من الاسماء انها تكون موجوده برضو، كان في كلام كده على الكابتن طلعت يوسف، كان كلام من بعيد شويه ان هو يكون موجود برضو في اداره المنتخبات. لكن انا بشوف ان الفتره هتفضل زي ما هي كده، ان الكابتن يوسف بس مع الكابتن علاء نبيل، مع طبعا اشراف، مع الاثنين اللي لعبوا كوره موجودين في مجلس الاداره سواء كابتن حازم او كابتن بركات. ده اللي انا اعرفه تحديدا، ولكن قصه مدير فني للمنتخبات الوطنيه للاعمار السنيه المختلفه لحد اللحظه دي بعيده تماما عن اتحاد الكوره المصري. أنا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا الأستاذ محمد جمال الناقد الرياضي برضو يعني بيدينا بعض الأخبار الخاصة بما يخص هذا اللي بيحصل خلال هذه الأيام في اتحاد كرة القدم.